السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. معكم ليلى، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وباحسن صحه وعافيه. ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض، ومن ضمن تحضيرات رمضان غادي نحضروا الحلوه ديال البليغات بمذاق جديد بالبخاليني، كتجي رائعه وما غاديش تندموا ابدا انكم تحضروها بهذه الطريقه اللي غادي نحضروها مع بعض. جد بسيطه وكذلك بمكونات بسيطه. فإذا كنت اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو او كتزوروا القناه، نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. انضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركه الله، نبداو بالمكونات والطريقه. تابعوا معي الفيديو للاخير وفرجه ممتعه. اذا بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجوا لهذه الحلوه ديال البليغات، فغادي نحتاج هنايا 300 غرام ديال الدقيق الابيض اللي يكون خاص بالحلويات، من 200 حتى 250 غرام من السمسم او الزنجلان اللي يكون فقط مصهد في الفران، يعني ما نخليوش حتى كيتحمر لان مازال غادي يتقلى فغادي يزيد يتحمر اكثر وممكن المذاق ديالو يولي مر، فمن الافضل غير نصهدوه في الفران. غادي نحتاج كذلك اصفر بيضه، نصف او ربع ملعقه صغيره من خميره الحلويات اي البيكنج باودر، ملعقة صغيرة من النافع اللي كيكون مطحون ومغربل أي اليانسون، قليل من الملح، رشة خفيفة من الملح، جوج ملاعق كبار من زيت المائدة، ملعقة كبيرة من الزبدة تكون دائبة، ملعقة كبيرة من البخاليني أي اللوز اللي تيكون مصهد أو محمر في الفران وطحنينه مع السكر حتى كنحصلوا على هذا البخاليني. هذا ممكن تستغناو عليه، لكن هذه كان دائما كنضيفها مع هذه الحلوه ديال البليغات، كتعطي واحد النسمه مختلفه، يعني على حسب طريقتي انا دائما كنضيفها فكتعطينا واحد النسمه زوينه. عندي اصفر بيضه، ما عرفتش واش قلتها لكم، الروح ديال الزهر قطرات منه فقط، جوج ملاعق حتى ثلاثه الملاعق كبار من ماء الزهر، ملعقة صغيرة من الخل، الخل الأبيض، وماء دافئ للعجن. هادو هما المكونات، كيف كتشوفوا راهم بساط جدا. غادي ندوزو باش غادي نديرو أو نحضرو هاد البليغات، فكنضيف المكونات كاملة اللي ذكرت لكم فوق الدقيق وكذلك السمسم أو الزنجلان، فضفت الزبدة، غادي نضيف الزيت كيف قلت لكم، جوج ملاعق كبار من زيت المائدة، غادي نضيف الخل، عندي ملعقة صغيرة من الخل، هاد الخل كيعطي واحد الهشاشة زوينة في هاد الحلويات المعسلة، وخاصة هاد البليغات يعني كيتواتر بزاف الخل مع هاد الحلوة. كنضيف قطرات من الروح ديال الزهر، جوج ملاعق كبار كيما قلت لكم ديال ماء الزهر، ممكن نضيفو حتى ثلاثه المعالق، بما اني انا ضفت الروح ديال الزهر فما غاديش نحتاج نضيف اكثر من جوج ملاعق. غادي نضيف اصفر البيض اليانسون، كذلك خميرة الحلويات، ورشة من الملح. غادي نضيف الآن البراليني، كنتمنى أنكم تجربوا هاد الحلوة بالبراليني، راه كتجي رائعة رائعة واحد الدرجة ما تخيلوهاش. صافي غادي ندوز نعجن الكل، انا غنستعمل العجانه، ممكن تستعملوا فقط يعني تعجنوا باليد ديالكم. غادي نعجن الكل بالماء دافئ حتى كتجمع ليا العجينه كامله.
كيف كتشوفوا من بعد ما تعجنات لينا العجين غادي نزولها نديرها هكذا في طاولة العمل، وغادي نعاود نجمعها مرة أخرى غير باليد ديالي هكذا باش تزيد تنسجم مع بعضياتها على هذا الشكل. فوالا صافي، وغادي نقسمها الى كويرات، يعني الجهد اللي غادي نقدروا نطلقوهم. فوالا، فانا غادي نحاول نقسمها على 4. غنكوروهم بهذا الشكل هكذا ونديرهم في بلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا على الاقل واحد ساعه في الثلاجه، باش هكذا كل ما ارتاحوا كل ما كيعطيونا الطوع باش نخدموهم. صافي كيف قلت لكم غنديرهم في بلاستيك غذائي وغندخلهم الثلاجة ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يرتاحو لنا هاد الكويرات. اذا من بعد ما كترتاح لنا العجين فكناخد واحد بلاستيك غذائي اللي كنوضع فيه هاد العجين، ممكن تستعملو فقط ورق الطهي، فغادي نوضع هاد البلاستيك غذائي عليها من الفوق باش هكذا كتساعدنا باش انه ما تلصقش لينا في طاولة العمل. صافي غادي نحاولوا اننا نطلقوها، خصها تكون رقيقه باش كتجينا مقرمشه. غادي نطلقها ما بين هاد البلاستيك الغذائي، نعطيوها الخاطر باش كتجينا حاجه زوينه. هانتوما كيف كتشوفوا، فمن بعد ما كنحصلوا على هذا الشكل دابا غادي نتخلص من الورق او البلاستيك الغذائي وغادي نوضعها فوق سطح العمل. هنا ممكن نستعملوا غير عينه ميزانه، ممكن نستعملوا المسطره، ممكن نستعملوا حتى الطابع هكذا يكون مربع الا بغينا نقطعوا به، فانتوما كيبقى لكم الاختيار. فغادي نستعمل هاد الجراره ديال البيتزا هي اللي غادي نقطع بها، فغادي نحاول انني نقاد هاد الجوانب، وممكن نستعمل كيف قلت لكم المسطره على هذا الشكل. انا عندي المسطره هنايا، ها هي تقريبا هذا هو العبار اللي بغيت يكون في هاد البليغات، وغادي نبدا نعبر بها ونقطع، وهكذا كتسهل علينا حتى الخدمه ديالها. وكيف قلت لكم ممكن تستعملوا طابع مربع الا كان عندكم. فوالا غادي نقطع بهاد الطريقة حتى كنكمل العجين ديالي كامل. وبنفس الطريقة غادي نعاود نقطع حتى من الجهة الأخرى باش كنشكل مربع يكون مقاد، وهاد الحواشي اللي كيشيطو لنا غادي نعاودو نجمعوهم ونديروهم في بلاستيك غذائي باش كيتطلق ويسهل علينا اننا نطلقهم مره اخرى. بنفس الطريقه غادي نقطع حتى من الجهه الاخرى، يعني كنعبر العبار ديال المسطره. ونكمل بهذا الشكل هكذا. صافي وغادي نبداو نشكلوا البليغات ديالنا. فالطريقه جد سهله، كناخذوا هذا المربع اللي قطعنا كنوضعوا الاصبع ديالنا في الوسط بهذا الشكل، ثم كناخذ هذا الطرف وكنوضعه فوق الاصبع ديالنا، وكناخذ الطرف الثاني المقابل ليه وكنوضعه كذلك فوق العجين الاول، وكنضغط مزيان عليهم حتى كتشكل اولا كتنسجم العجين الاول مع العجين الثاني وكيتلاصقوا مع بعضياتهم. غادي نديرهم في واحد الصينيه باش كنخليوها تنشف على بال ما كنساليو العجين ديالنا كامل. غادي نعاود معكم، فكناخدو كيف قلت لكم مربع على هذا الشكل،
كنوضعوا الاصبع ديالنا في الوسط، وكناخذوا هذه الجهه نوضعوها فوق الاصبع هكذا، وناخذوا الجهه المقابله ليه وكنوضعوا فوق العجين ونضغط عليهم مع بعضياتهم بهذا الشكل، باش نحاول اننا نضغطوا مزيان باش كتبقى قابطه في العجين، يعني قابطين في بعضياتهم. هانتوما كتجينا على هذا الشكل. دابا غادي نخليهم كيف قلت لكم كينشفوا بعد ما سريت العجين اللي عندي، وكذلك سريت العجين المتبقات عندي في الثلاجة، ونعاود نتلاقاو ان شاء الله ملي نبغي نقليهم ونطفيهم في العسل. اذا كيف كتشوفوا، فمن بعد ما انتهيت من تشكيل هاد البليغات خليتهم حتى كينشفوا واحد شويه، دابا غادي ندوز باش نقليهم. عندي هنايا زيت غزير خاص بالقلي، وعندي هاد الشبيكه هادي اللي دائما كتسهل عليا الخدمه، احسن من اننا كنبقاو نديرو داك الشباكي اولا اللي كتكون هكذا صغيره، يعني كنبقاو نهزو بالوحده بالوحده، لكن هكذا كتجي احسن. فكنبداو باول وحدين شكلناهم اللي تيكونوا نشفوا، يعني تيكونوا قبطوا فراسهم مزيان، وغادي ندوز باش نقليهم. وعندي هنايا العسل اللي حضرته معكم من قبل في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في خانه الوصف اولا في صندوق الوصف، اللي حتى هو خاص بالمعسلات. والزيت عندي راه سخون، يعني ضروري اننا نديرو في زيت سخون باش ما كتحلش لينا الحلوه ديالنا دغيا دغيا كتقبض فراسها في الزيت. صافي، وغادي نوضعهم يتقلاو على هذا الشكل، ونخليهم حتى كيتحمروا تماما، يعني كيتبدل لهم اللون ديالو كيصبح ذهبي. عاد غادي نزولهم ونديرهم في العسل، نخليهم مرقدين مزيان في العسل باش كيتشربوا لنا هذاك العسل. مره نحاولوا اننا نهزوا هذه الشبكه ونعاودوا نغطسوها باش هكذا كيتحركوا وكيتفركوا على بعضياتهم. هانتوما يعني كيف كتشوفوا كيصبح لينا اللون ديالهم على هذا الشكل. نحاول انني نقطرهم مزيان من الزيت، يعني نحاول انني ما نخليش فيهم واحد الزيت بزاف باش هكذا العسل ديالنا ما كيتزيدش حتى هو بزاف. هذا والعسل راه تيكون بارد، دائما الحلوه ملي كتكون سخونه في العسل تيكون بارد، فغنوضعهم هكذا في العسل، وغادي نكمل بنفس الطريقه هاد الحلوه اولا البليغات، ونوضع واحد الكميه وحده اخرى كتقلى بيد ما تعسلت ليا الكميه الاولى. فكيف كتشوفوا ملي كتكون عندنا هاد الشبكه ديال القلي اولا الفخيتوز راه كنستعملوها في البطاطا، غير هذه مخليها خصيصا كنستعملها في الحلوه اللي كنكون تنقليها اولا هكذا وقت فاش تيقرب رمضان كنجبدها نخدم بها من غير اللي كتكون عندي خاصه بالبطاطا. صافي، ونحاولوا ما نوضعوش وحده فوق وحده، يعني نخليو السباس بيناتهم باش هكذا كل وحده كتاخد حقها في القلي. صافي، كناخد هاد البليغات الاولين اللي وضعنا هكذا في العسل كندورهم على هذا الشكل، ونخليهم واحد شويه حتى كيتشربوا لنا داك العسل اللي وضعناهم فيه. الا بغيناش نطفيوهم في العسل ممكن ما نطفيوهمش، يعني نخليهم كيف ما هما هكذا مقليين، ونعمرهم بهاد الشوكولا، يا اما شوكولا بيضاء اولا شوكولا سوداء، اولا نديروا غير شويه ديال الخطوط ديال العسل من الفوق، نتوما كيبقى لكم حريه الاختيار. صافي، من بعد ما غادي تعسل لينا هذيك البليغات غادي نزولهم بهاد الشبكه هادي ونخليهم كيتستقطروا في نفس البلاصه باش ما كنضيعوش العسل بزاف، يعني هذاك الشيء اللي غادي يهبط منهم هو اللي غادي نعاودو نستعملوه مره اخرى باش نعسلو به البليغات المتبقين عندي. وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوهم في الشكل النهائي ديالهم وفي صحن التقديم باذن الله.
اذا كيف كتشوفوا في هذا الشكل النهائي ديال البليغات اللي حضرت معكم اليوم، كيجيو رائعين وكيجيو مذاق ولا اروع، وكيجيو كذلك مقرمشين. هانتوما كيف كتشوفوا، هانتوما يعني مقرمشين وشاربين العسل وفتيين في نفس الوقت، لانه هذاك الخل اللي درنا فيهم فكيخليهم يجيو فتيين، وكذلك المذاق ديال البراليني اللي زدنا معاهم عطاهم لمسه اخرى. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم، فلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو ما بين اهل الاصدقاء ديالكم، كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتم مازال ما اشتركتوش بالقناه تشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.